ايه بقى اللي اتكتب في المواقع؟ نروح. الشروق لاسارتي يحدد احتياجاته في الموسم الجديد قبل الرحيل الى اوروجواي. اليوم السابع مجلس الاهلي يجتمع اليوم لمناقشه قضايا اداريه ورياضيه. الوطن الخطيب يجتمع بطه اسماعيل والقيعي لمناقشه الصفقات الجديده. ضوابط اخبار اليوم ما اشبه الليله بالبارح الدوري الاطول عبر التاريخ فأل خير للاهلي. الفجر الاهلي يحتفل بعيد ميلاد وليد ازارو ال 24. الشروق لاسارتي يتمسك باللاعبين الاجانب في الاهلي. صدى البلد المقاولون العرب عن توقيع طاهر محمد طاهر للاهلي، الاهلي اكبر من كده. 1-3 الاهلي يكشف حقيقه الصدام بين لاسارتي ولجنه التخطيط للكره.